الخزري نجم تونس رأيه في المباراة وفي المشاركة بصفة عامة. نتابع. Ouais, content, merci beaucoup. C'est vrai qu'on Saïd, شكرا جزيلا لكم. كانت مشاركة صعبة في كأس العالم. واجهنا فرق كبيرة وأردنا أن ننهي بأفضل طريقة هذه المنافسة لإرضاء المشجعين التونسيين الذين ساندونا بكل قوة ونحن سعداء بالفوز من أجلهم. نحن مجموعة متلاحمة وأعتقد أن سحقنا الفوز اليوم. ثلاثة نقاط ضد بنما وكدتم أن تحصلوا على نقطة ضد إنجلترا. ماذا استفدتم؟ هو أن نعمل أكثر على المستوى الفردي داخل النوادي وأن نعمل بطريقة جماعية وأن الناخب الوطني يقوم بعمل كبير. وإذا ما وصلنا بهذه الطريقة بهذه المجموعة بهذه العقلية فنذهب بعيدا. لدينا أهداف أخرى وهي كأس إفريقيا ونأمل التمكن من التأهل وأعتقد أننا قادرين على ذلك. إذا ما قمنا بإحصاء فيما يخص مشاركتك كيف تقيمها على المستوى الشخصي أو الجماعي؟ الاثنين حسنا أشعر بالرضا. كان بإمكاننا الأفضل كما تفضلت. كانت مسألة 30 ثانية أمام إنجلترا وكان يمكن الخروج بنقطة ولم نخجل من تلك المشاركة ضد إنجلترا وهنالك فوارق شاسعة وكبيرة جدا بين وبين بلجيكا وبين إنجلترا ونحن أفضل من بنما واستحققنا النقاط الثلاث. علينا أن نواصل الاجتهاد حتى نقلص تلك الفوارق مع المنتخبات الكبيرة. كان هذا رأي وهبي الخزري. كل ما نتمناه في ختام الاستوديو أن تكون المشاركة العربية أفضل في المونديال المقبل لأنه يقام على أرض عربية على أرض دولة قطر.